المغاربه احنا جد سعداء بهذا الانتصار الكبير، لان اول مره كنوصلوا لهذا الربع. الربع والفريق الوطني عندهم الامكانيات البشريه والتقنيه باش يمشي بعيد، وهذا نديروا غير النيه افضل جميع المتدخلين في الملعب وانا عن الشعب المغربي القياده الساميه صاحب الملعب. ومبروك على المغرب، مبروك علينا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.